اتفضل عرف نفسك. محمد نصار المحامي. احنا هنا في لجنه حقوق الانسان بالنقابه العامه للمحامين، وبسال الاستاذ ممدوح اسماعيل، ايه راي حضرتك في الكاتب علاء الاسواني وما يشبهه من الممثلين على الواجهه السياسيه حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو سؤال مهم جدا وفي وقت مهم، يعني السؤال مهم وفي وقت مهم. الحالة السياسية المصرية بتشهد الآن قفز لبعض الأفراد على المشهد السياسي. يعني أنا بقول خلينا نتكلم بكل معاني الحرية والعدالة والديمقراطية. الأستاذ علاء الأسواني أو الأستاذ ممدوح حمزة أو الأستاذ جورج إسحاق أو أيا كان الموجودين على المشهد السياسي الآن، هؤلاء أفراد وأشخاص يمثلون برأيهم أنفسهم. لم يعرف في المشهد السياسي أن هؤلاء يمثلون طيار أو وراءهم طيار أو حزب وراءهم يعبرون عنهم. فبالتالي حتى هم لو يعبروا حتى عن أشخاص مجموعة من الناس، حتى لو يعبروا آرائهم لا تمثل إلا أنفسهم ولا تمثل إلا مجموعة من المقتنعين بآرائهم. لكن الحقيقة الواضحة أن آرائهم لا تمثل الشعب المصري، وأن آرائهم تصطدم بكثير جدا من آراء الشعب المصري. لكن الإشكالية إن هؤلاء عندهم دعم لجوزتي، دعم مميز من بعض وسائل الإعلام في الفضائيات والصحف، أتاحت لهم أن يقفزوا برأيهم على الشعب كأنه رأي الشعب، وفتحت لهم مساحات إعلامية جعلت الناس يتخيلون أن هذه الآراء هي رأي الثورة كلها أو رأي الشعب كله. وده نوع من التدليس الواضح الذي أدى إلى خلط شديد جدا في المشهد السياسي. الشعب وإرادته ورأيه شيء، وأراء الأفراد وهؤلاء الأشخاص شيء تاني. هؤلاء لهم مطامع أن يقفزوا على المشهد السياسي كله ويستولوا عليه، وهذا ضد أبسط معاني الديمقراطية ومعاني وقواعد الحرية والعدالة. لأن معاني الديمقراطية تتحدث عن رأي الأغلبية ورأي الشعب، لا يوجد معنى يتحدث عن رأي أفراد يحكمون شعب أو رأي شخصيات أيا كان المجموعة التي معهم يفرضون رأيهم وإرادتهم على الشعب. الكلام اللي بيحصل ده هو نوع من استبداد الأقلية أو الدكتاتورية الأقلية التي تتمتع بامتيازات إعلامية أتاحت له أن يقفزوا على عقل ورأي الشعب المصري، وهم حقيقة لا يمثلون رأي الشعب المصري بل يمثلون آرائهم، مع احترامنا لأشخاصهم. وأعتقد أن المساحات المفتوحة لهم ليست بعيدة عن ما يريده الغرب من مصر ومن الهوية المصرية التي فيها صراع الآن بين ائتلاف من العلمانيين والليبراليين والمسيحيين وغيرهم ممن يقفون أمام هوية الشعب المصري المحافظ وهي الإسلام. هؤلاء اجتمعوا جميعا على سلخ الشعب المصري ودستوره ونظامه السياسي من الإسلام. والشعب المصري كله بطبيعته شعب محافظ، شعب متدين، شعب يحب الإسلام، ويتمنى ألا يحدث ما يريده أو ما تريد تلك القلة. وأنا أعتقد أن الصدام القادم اللي هم يأخروه اللي هو هيفضحهم اللي هو صدام البرلمان وانتخابات البرلمان، هؤلاء يعلمون أن لا يوجد لهم قاعدة شعبية، لا وجود لهم في الشارع ولا عند الشعب المصري في القرى والنجوع والحارات والشوارع والأحياء المصرية. لذلك هم عايزين يسبقوا رأي الشعب اللي هيجي في البرلمان، يسبقوا ويحتلوا أماكن في المشهد السياسي بأي طريقة، ويريدون تأخير البرلمان لأن نتائج البرلمان هتفضحهم وهتظهر من يريد الشعب حقيقة. فلذلك كل ما يحدث على السطح هي محاولات لعدم ظهور حقيقتهم الشعبية في انتخابات البرلمان اللي هتفضح. وأنا أتحداهم أن ينزل حد منهم انتخابات مجلس الشعب في أي حي أو أي مركز مراكز مصر على مستوى مصر من اسكندرية لأسوان. سؤالي الثاني أو التوضيح الثاني، إحنا دلوقتي في المشهد السياسي واضح جدا يا أستاذ ممدوح إن في فتنة سياسية داخل مصر. تظن أو ما تظن إنه يكون رأس الفتنة هذه؟ أنا عايز أقول بس ملحوظة إن كلمة الفتنة معناه اختلاط الحق بالباطل. أنا شخصيا أرى إن اختلاط الحق بالباطل فيما يحدث سياسيا ليس بالصورة الكبيرة على مستوى مصر، لكن هو اختلاط مقصود ومتعمد إعلاميا فقط.
وهؤلاء يعني يظنون أنهم بالصوت العالي وبتكرار صورتهم وصوتهم على الفضائيات والإعلام والصحف التابعة لهم أن هم يستطيعوا أن هم يحدثوا نوع من فرض الرأي على الشعب المصري. هو صحيح أحدث نوع من الخلط عند بعض الناس، لكن القاعدة العريضة من الشعب حقيقة مع الاستقرار ومع تحقيق مطالب الثورة، لكن ليس بالطريقة التي يتبناها البعض بقطع الطريق أو إحداث فوضى في مصر تقطع الحياة في مصر كلها. أستاذ ممدوح معلش للمقاطعة، أنا عايز، هل في شخص يدبر لهذه الفتنة السياسية؟ شخص بعينه؟ هو في أشخاص، مش شخص، في أشخاص لهم مصلحة. زي مين؟ يعني بدون ذكر أسماء، يعني في أشخاص لهم مصلحة في إحداث الفتنة السياسية، وفي أشخاص بتعبيرات مثلا ممكن المشاهد أو المتلقي ممكن يعرفه من يكون. يعني أصل هو ذكر الأسماء هنا دعنا منه، لكن عايز أقول بكل وضوح إن من يريد إحداث فوضى في مصر هو يريد إحداث فوضى لمصلحته الخاصة، ليس لمصلحة مصر ولا شعب مصر. نحن مع الثورة، نحن مع التغيير، نحن مع القضاء على الفساد، نحن مع طرد كل فلول الحزب الوطني، نحن ضد الثورة المضادة، نحن مع المظاهرات كحق من حقوق المواطن وحق الشعب أن يتظاهر ويعترض على كل قرار فاسد أو ظالم، نحن مع الاعتصام السلمي، لكن لسنا مع الفوضى أيا كانت، لسنا مع تدمير أو تخريب العمل أو تطاول على المنشآت العامة أو تهديد مصالح الناس في حياتهم. ده ضد مصلحة مصر، ضد استقرار مصر بكل وضوح. شكرا استاذ ممدوح. شكرا.